الناس ما دايرين الله كونت لا ها هي راه بيمشي ديريك انت انت راه ديريك ما داير الله كونت لا طارق ها انت شوف انت شرا والو يرم لو ما كان البارح نحس على المغامين ديال إذا كان ممكن تقول لنا شنو نوع ديال الضرر اللي انت واقع فيه الضرر انت اخويا طارق شو الناس اش داروا انت كانت بلاطه تخرج هز الميكرو خلي قبل الحاج كانت بلاطه تخرج ما باقيش تخرج ها انت وشوف هذه الخساره هذه المال اللي جا راه بغى ينزل لنا هنا المال اللي جا بغى ينزل معاه هنايا ها انت ها تشوفوا ها انت اش ما قلت هذا اللي تيدخل دابا جات شي شتا ولا شي حاجه المحل غادي يغرق لنا وهذا المحل هذا راه كان طالع بدرجه دابا وقت ما جاوا الاشغال ولا الطبليط ديال الازقه هادو تلقاو هادشي غادي يرتفع حتى وصل دابا عندنا 20 سنتيم والمحل كان طالع ب 20 سنتيم ودابا راه غرقنا هنا وراه الا دخل لي المال راه سميتو والمحل عندي مهلك كاع كله انت كتشوف كي تشوف المحل كاع مكرفص يعني الا دخل لي المال راه المحل غادي يريب وراه ما عندي فين نخدم وراه خدام فيه انا وخويا والوالد هادشي اللي عطى الله وراه صابرين وصافي وراه عرفتوا الظروف ديال كورونا راه ما كون عندنا باش نقادو راه ما غاش نطلب المساعده كاع من هادشي راه باين الناس راه كلشي راه مقدمين في راسهم شحال حنا قاعدين والناس كاع في راسهم سميتو وعندنا الضرر والجيران راه عارفين حتى هما واش غنقول لك كاينين ناس اخرين غادي يعاودوا يهضروا معكم الله يرحم الوالدين السلام عليكم اخويا هادشي اللي داروا هاد الناس راه ما خدمه ما والو هادشي راه غير الخدمه معاوده هادشي الناس قاعد تربي في الدرب كاع الدروج كاع علاوهم عنا على والدينا على وليداتنا لا بغينا نطلعوا خصنا نسلو الا جات الشتاء راه ما سيتي راه كنا بغينا نغرقوا لا حنا لا ولادنا والدرب ها انت شوف كي داير نازل ها انت وهادشي راه داروا فيه الرمله ما داروا لا سيما لا والو اللهم انا ضامنكر والله الا تكرفصوا عندنا هاد الناس راه بغينا نوصلوا لاعلى مستوى عند الناس الكبار في البلاد هما يحلوا لنا هذا المشكل الا ما داروش معنا حل صايبونا هاد الشيء راه كاع كلشي ولا كاع المال اللي بغيت يتصب كاع في مراكش كله بينزل عندنا هنا في هاد القنت هذا عباد الله اللهم انا منكر ما خدمه هادي ما والو غير تفلاو عندنا وصافي غير الرمله وجاو دوزوا هاد الشيء وصافي ما بقاتش هاد الشيء كله ما مقاد والو كلشي ها انت راه تجي الماء راه بغينا نغرقوا هنا عباد الله ديروا معنا شي حل الله يرحم بها الوالدين السلام عليكم هو راه كله تيطير انتم راه النهار واحد هادشي باش يركب هو بدا تيتقلع كله عاوتاني انتم اخي عباد الله الخدمه هي الخدمه انت راه الرمله والتراب والو ما كاين لا خدمه لا والو انت كاع هادشي عوج انت شوف محلاتنا محلنا بغا تجي الشتا كله بيغرق لنا بالماء الدرجه هادي اش دارت لهم عباد الله اللي بيحيدونا يالله ما دايره لهم والو انتم شوفوا واه كلشي كرفصونا هاد الناس الله ياخذ فيهم الحق خصنا نديرو معاهم شي حل هذاك المحل اللي تسدي ليه محل اخر كيسد انتم شوفوا كله تسدى كيبغي يدير هاد السيد يحل محلو سيري بالشاط الطريق كله باش يتحل هاد الباب هذا اللهم انا ضامنكر راه ما خدمه ما والو راه تيتفلاو عندنا هاد الناس وصافي اجرو معنا شي حل للمسؤولين الله يرحم بها الوالدين ديروا معنا شي حل السلام عليكم السلام عليكم الله يخليكم هاد الناس شوف تكرصوا لنا على المحل ديالنا انت شوف كيديروا لنا شوف دابا الماء لا بوطون شوفي غاديه كاع الماء الشتا اللي جايه راه بتنزل ليا كلشي ما تمشي مع المحل والناس راه كاين السكر لتحت هما تشوف هاد الشيء راه هاد الناس هادو ملي تكون الشتا راه بطبط عندهم الماء لتحت هاد الشيء ولا عندنا ها الساقيه شوف كي دايره شوف البافيتي تقلعي بوحدو ها انتوما هاي بالله تكفصوا عليهم يعني واش دازت اللجنه من هنايا دازت اللجنه وشافوا هذا الشيء ايوه ايوا شافوا هذا الشيء هضرنا معاهم قلنا لهم الاضرار اللي عندنا راه هما وريناهم اليوم كلهم يعني ما مضرورين بزاف شوفوا كل شيء الناس راه مضروره كله ولا جيت تضر غتلقى والخدمه راه ناقصه راه ما نقول لكم من هنا الرمله وحطوا عليها الحجر ولكن هنا سي ما لا والو والو نهار واحد تاع الخلا براني شحال التنبيره شحال داروا فيها مخنشة السيما خنش كاين خنشه نشط بعدا خنشه تنبيره ديال الرمله خنشه بعدا تنبيره ديال الرمله خنشه السيما تنبيره قدام وخلطون والله شوف
بسم الله الرحمن الرحيم. كيما هو معلوم السي طارق، الناس هادو اللي دوزوا هاد البافي هذا من الشارع خلاو واحد لهبطه في الدرب، يعني الا كانت شي شتا ولا شي حاجه ولا شي رعده لا قدر الله، طنطن بالله غادي يدخل الماء للديور وغادي يسبب ضرر. لهذا تيخص نتكلموا في هذه المساله السي طارق، ونهضروا مع هاد الناس يديروا شي حل.